وإلى خبر آخر الآن، إذا كنت من هواة التحدي فإليك هذه المنافسة التي تنظم في قرية صغيرة من مونتينيغرو أو الجبل الأسود. مسابقة الفائز فيها هو من يستطيع البقاء مستلقيا لأطول وقت ممكن. تخيلوا، هي مباراة جدية وهناك تصفيات، وتأهل إلى تصفياتها النهائية 4 متنافسين لا يزالون ممددين منذ أكثر من 800 ساعة. الرقم القياسي السابق كان حوالي 120 ساعة فقط. تخيلوا، أنا يدوب ساعتين يدوب أقدر أستلقي. أنا كنت بدي أسأل مين ممكن تفوزي بهيك؟ ممكن، ليش لا أستلقي طول اليوم. أنا رح أخسر خسارة فادحة، وأنا مثلك قاعدة ما بقدر. طب نبدأ ندخلك على استلقي، نتفرج على شاهد. يعني مسابقة طريفة عن جد.